السيد علي محمد خلف، شهرتي السيد خلف أبو ديوان، محافظة الدقهلية، مصر. يسعدني ويشرفني المشاركة ببرنامج أمير الشعراء الموسم التاسع بقصيدتي الحب بعد المئة على نغم السرير. ماذا عليهم لو تخطى المئة وهو المدى بين السماء والرئة؟ أخطاه طيف لم يزر طائفا خزيان إلا باللما جرأه. هل كلما صبوا جليدي ضحى يساقط الليل بلا مدفأة؟ السيد خلف أحد هؤلاء الشعراء المتلفعين بالعمود بقوة في الشعرية العربية والمتمكنين من الصياغة فيها، وهو يرتكب في هذه القصيدة مجازفة خطيرة، يتحدث رمزيا عن الحب بعد المئة، وكأنه يعشق القدامة ويتغزل في الشيخوخة ويربطها بشرخ الشباب. ألاحظ على قصيدته هذا المذاق الكلاسيكي العتيق، وهذا الوعي التقليدي العميق، وهذا التمكن اللغوي الرشيق، ولا أملك إلا أن أجيزه. السيد علي يكتب عن الحب بعد المئة، ويؤسفني أنه نسي أمر نص كبير ووقته حقيقة أن يكتب عنه. سمعنا عن الحب في زمن الكوليرا، وكانت فرصة مهمة أن يكتب عن الحب في زمن كورونا، لكنه تحدث عن الحب بعد المئة وهو شاب، واختار بحر أظن أول مرة يكتب عليه في برنامج أمير الشعراء، بحر السريع. ونسي أيضا أن بحر السريع لا يمكن أن يكتب عليه حبيب يحب بعد المئة، فحبه بعد المئة هادئ وبطيء جدا. القصيدة فيها خيال واسع، أجيزها وبالتوفيق.